ما فيش عندنا أنجلينا جولي، ما فيش عندنا توم رايدر. لما أبويا مات وجينا لكم كان لينا حق، وأنت عارف إن إحنا كان لينا حق. شوية كده شغالة عن نفسي، بتدرب أتعلم ملاكمة، بتمرن زي الولاد، بشيل أوزان تقيلة وحاجات كده، مش حاجات بتاعت البنات الخفيفة دي، علشان أطلع شوية من حتة زينب وفريدة والأدوار الناس شافتها وإيمان وبقية الحاجات، من البنت الهادية الرقيقة ده. فأنا بقالي شوية شغالة على نفسي في حتة تانية خالص. عندنا الاكشن، عندنا نجوم اكشن كبار جدا في مصر، عادي جدا ان احنا نحطهم ونقارنهم بنجوم هوليود، بس احنا عندنا روح المصريه والعربيه دي اكتر بتبقى باينه. بس للاسف مفيش عندنا انجلينا جولي، مفيش عندنا توم رايدر. يعني ما اقصدش حاجه، بس مفيش عندنا الممثله اللي تقدر تقول يلا بينا نطلع ونشقلب وننط من فوق ونعمل. بقالي فترة كبيرة جدا شايفة الموضوع ده، انه طب انا اشتغل على نفسي، والله لو جت فرصة ابقى انا اوريدي جاهزة. انا حلمي ان احنا نبدأ بجد نعمل حاجة اكشن في مصر، بليز نعمل حاجة اكشن، وانا هبقى متطوعة وما عنديش مشكلة، بس خلينا نجرب نعمل حاجة.